القيامة يوم شديد الأهوال عظيم الأحوال، فإن كربه عظيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وتدنو الشمس من الرؤوس، وتتبدل المخلوقات، وتظلم الأرض، ترى السماء قد انفطرت، والكواكب قد انتثرت، والنجوم قد انكدرت، والشمس قد كورت، والجبال قد سيرت، والعشار عطلت، والوحوش حشرت، والبحار سجرت، والنفوس إلى الأبدان قد زوجت، والجحيم قد سعرت، والجنة أزلفت. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وصف الله عز وجل دواهي يوم القيامة وأكثر من أساميه، فمن أسماء يوم القيامة يوم الحسرة، ويوم الزلزلة، ويوم الواقعة، ويوم القارعة، ويوم الغاشية، ويوم الراجفة، ويوم الحاقة، ويوم الطامة، ويوم الصاخة، ويوم التلاق، ويوم الجزاء، ويوم الحساب، ويوم الوعيد، ويوم العرض، ويوم الفصل، ويوم الدين، ويوم النشور. فتأمل يا مسكين في طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه، والخجل من الافتضاح عند العرض على الجبار تبارك وتعالى، وأنت عار مكشوف، ذليل، حائر، مبهوت، منتظر ما يجري عليك من السعادة، نسأل الله عز وجل ذلك، أو من الشقاوة والعياذ بالله. فاستعد لهذا اليوم العظيم شأنه، القاهر سلطانه، القريب أوانه، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. يحشر الله عز وجل جميع الخلائق، فلا يغادر منهم أحدا، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في دون ذلك ولا في أي مكان. يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور البحار، يجمعهم بعدما تفرقوا، ويعيدهم بعدما تمزقوا خلقا جديدا، فيعرضون على الجبار صفا ليستعرضهم، وينظر في أعمالهم، ويحكم بينهم، ويحاسبهم. وحكم الله عز وجل لا شك بالعدل، لا جور فيه ولا ظلم. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يقف الناس يوم القيامة يوما مقداره 50,000 سنة لا يأكلون ولا يشربون. ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة المحمدية هي أول من يحاسب يوم القيامة. روى ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. ورد أن أول من يأخذ كتابه بيمينه أبو سلمة بن عبد الأسد، واسمه عبد الله، وهو أول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو أول من هاجر من مكة إلى المدينة. قال بعض علماء المالكية: أول من يعطى كتابه بيمينه وله شعاع كشعاع الشمس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعده أبو سلمة. وقال: فيه عمر بن إبراهيم ضعيف. وروي أن أول من يأخذ كتابه بشماله أخو أبي سلمة بن عبد الأسد، روي أنه يمد يده ليأخذه بيمينه، فيجذبه ملك فيخلع يده فيأخذه بشماله من وراء ظهره، وذلك أنه كان خلع يد سلمة لما أراد أن يهاجر، فمنع بنو المغيرة أم سلمة أن تسير مع أبي سلمة، ونزعوا خطام البعير من يده فأخذوها منه، فغضب رهط أبي سلمة وهم بنو عبد الأسد، فاجتذبوا ابنه سلمة المذكور من أمه حيث أخذها رهطها، ولم يدعوها تسير مع أبي سلمة فخلعوا يد الغلام. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. إن أهل الشمال يلاقون من الخزي والفضائح والهوان
على رؤوس الأشهاد، ما يجعلهم يتمنون عدم الوجود من الأصل. ولكن هيهات هيهات، فقد أتى وقت الحساب وحل الندم وأتت الحسرات ولا تحين مندم. يتمنى المجرمون لو لم يؤتوا كتبهم ولم يحاسبهم ربهم من شدة الأهوال التي يرونها، ويعلمون أن المال والسلطان وأسباب الغرور والكبر والتلهي عن الله عز وجل في الدنيا قد ولت وزالت ولن تغني عنهم شيئا. ثم يأتي الأمر الإلهي الرباني بوضعهم في الأغلال وسوقهم إلى الجحيم بعد الإهانة وتلقي الكتب بالشمائل، ثم سلكهم في سلاسل في جهنم تدخل من أدبارهم وتخرج من أفواههم، وذلك جزاء كفرهم بالله عز وجل وشح أنفسهم على الخلق ومنع المساعدة عن المحتاج. فليس لهم سوى الجحيم شرابا والغسلين طعاما، وبئس شراب وطعام المجرمين. قال القرطبي رحمه الله نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب، وله شعاع كشعاع الشمس. قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات هيهات، زفته الملائكة إلى الجنة. ذكره الثعلبي. قال: وقد ذكرناه مرفوعا من حيث زيد بن ثابت بلفظه ومعناه في كتاب التذكرة، وذكره الخطيب في تاريخه أيضا وضعفه لضعف عمر بن إبراهيم. وكذا قال الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.